السلام عليكم، أنا محمد غناديم. البارحة أعددت كوب نسكافيه لنفسي وجلست في لحظة غروب هادئة أقرأ تعليقاتكم على مشاركاتنا الأخيرة، ليقفز تعليق أمامي: أنتم الرجال مستحيل أن تفهمونا. طبعا واضح أن كاتبته أنثى، وبالفعل لم أفهم سبب تعليقها، خصوصا أنه كان مكتوب على حلقة سبب حب الفتيات للكوريين، وكأنها أثبتت بطريقة غير مباشرة أننا نحن أحيانا فعلا لا نفهم بعضنا. فمباشرة سألتكم على اليوتيوب والإنستغرام: هل فهم النساء صعب أم سهل برأيكم؟ 45 ألف شخص قال صعب، من أصل 65 ألف شخص شارك في الاستطلاع، عدد كبير جدا يستحق أن ننظر له من زاوية مختلفة. لذلك قررت حينها أن أتعمق أكثر في فهم النساء، وبحثت في الإنترنت عن كتب تساعدني في ذلك. وجدت كتاب عنوانه كل ما يعرفه الرجل عن المرأة، تقييمه 4/5 على موقع القراءة الشهير Goodreads. جميل، وبالفعل بدأت أقرأ تعليقات الناس عنه قبل أن أشتريه. ليتضح أن الكتاب مكون من 120 صفحة فارغة بالمعنى الحرفي، يعني صفحاته كلها فارغة بياض. لم يكن الأمر خطأ مطبعيا، بل أراد الكاتب أن يوصل فكرة أن الرجال لا يعرفون شيئا عن النساء. صراحة عجبتني فكرة الكتاب فاشتريته، لم يصلني بعد ولكن جميل أن أدرجه في مكتبتي كنوع من الترفيه. بعيدا عن الترفيه، دعنا نتكلم بصراحة. أنت السبب يا عزيزتي في اعتقادك أننا لا نفهمك، أو اعتقادك أنك لا تفهمهم، هو نابع من اعتقاد الرجل أن النساء تفكر مثل الرجال، واعتقاد النساء أن الرجال يفكرون أيضا بنفس طريقتهم، وهذا الأمر خاطئ تماما. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وليس الذكر كالأنثى. وهنا قف قبل أن تتعجل في الحكم الآن وتقول أن هذه تفرق وظلم بين الرجل والمرأة، حاشا لله ذلك، بل هي حقائق مؤكدة. بخلاف التكوين الجسدي هناك الكثير من الاختلافات. خذ عندك نسبة العضلات في جسم المرأة حوالي 36% من وزنها، أي حوالي ثلث وزن جسمها، بينما في جسم الرجل حوالي 49%، نصف وزن الرجل عضلات، تخيل. أيضا العظم عند الرجل حوالي 15%، بينما المرأة حوالي 12% من وزنها. الجهاز العصبي أيضا عند الرجل أعلى من عند المرأة من حيث السرعة والقوة والقدرة على الضبط والحركة، لذا الرجل أكثر ضبطا وتحكما في أعصابه من المرأة، لكن عضلات اللسان أقوى عند المرأة من الرجل. أنا لم أقل شيء، العلم هو من قال ذلك. قلب المرأة أصغر من قلب الرجل لحوالي 60 غرام، وكذلك مخ المرأة أصغر من مخ الرجل بحوالي من 60 إلى 100 غرام. أذكر أنه ليس ضروريا أن يرتبط حجم المخ بالذكاء. الجهاز التنفسي أيضا أقوى عند الرجل، قدم الرجل أقل تسطحا من قدم المرأة، لذا يمتلك قدرة على المشي لمسافات أطول. كل هذه الاختلافات تعيدنا إلى أصل موضوعنا، وهو أننا لنفهم بعضنا أكثر يجب أن نفهم أولا أننا لسنا متشابهين تماما، وعدم التشابه التام هذا هو حكمة من الله عز وجل حتى يستطيع كل نوع منا أن يؤدي وظيفته التي خلق لأجلها، فكل ميسر لما خلق له، كما أننا خلقنا لنكمل بعضنا بعض لا لنقوم بنفس الوظيفة والمهام. وهذا جواب لسؤال: لماذا أنتم الرجال تقومون بأعمال نحن لا نقوم بها النساء، ولماذا أنتم النساء تقومون بأعمال لا نقوم بها نحن الرجال؟ لنتكلم قليلا عن الحب بيننا، أقصد بين الجنسين في تعاملنا مع بعضنا. مثلا في نقطة الفرق في التعبير عن الحب، تجد الرجل يقدر الإنجاز والفعالية، ويجد أن اجتهاده في عمله وتوفير أساليب الراحة لزوجته أهم دليل على الحب، ولا يعتقد أنه يجب أن يستمر في التعبير عن حبه بالقول، بينما المرأة تقدر العاطفة وتعتقد أنه يجب على الزوج أن يعبر باستمرار عن حبه لها. وهنا جواب السؤال الشهير بين الأزواج الذي تستمر الزوجة في طرحه على زوجها: هل لا زلت تحبني؟ يعني الرجل يعبر عن حبه بالإنجاز والعمل، وهي تعبر عن حبها بالعاطفة والكلام، هكذا يقول العلم. فأنت كرجل قد تهدي زوجتك سيارة، وبالتأكيد ستفرح بذلك، ولكنها ستفرح بشكل أكثر عندما تفتح لها باب السيارة أو تهديها ورد أو تطلب لها وجبتها المفضلة، تفرح أكثر عندما تركز على العاطفة. صحيح، وهذا من الاختلاف، فنحن كرجال نحب سمة العاطفة في المرأة، والمرأة تحب سمة الجهد في الرجل. أيضا الفرق بيننا عند الوقوع في المشاكل والضغوطات، أنت كرجل عندما تقع في أزمة أو مشكلة تجدك تميل للانسحاب والانعزال، أو ما يطلق عليه العلماء النفسيين الكهف، فتصبح أكثر صمتا وأقل تفاعلا، وتجدك لا تحب أن تتكلم وتعبر عن مشاعرك. أما أنت كامرأة عندما تتعرضين لمشكلة ما، تجدك ترغبين في التحدث والتعبير عن هذه المشكلة، وربما البكاء حتى لو كان الأمر على شيء نحن نراه كرجال لا يستحق، وترغبين أن نستمع لك حتى دون أن نقدم لك نصائح أو حلول. استماعنا لوحده هو حل لمشكلة. لذلك عندما يتعرض الرجل لمشكلة أو ضيق ويدخل في عزلته، تسمع سؤال من زوجتك أنت لم تعد تهتم فيك السابق، فتحاول شريكته هو أن تتحدث معه وتخرجه من الكهف، فتزيد المشكلة أكثر وتنعزل في كهفه مدة أطول. وهذا واحد من أكبر أسباب الخلاف بين الرجل والمرأة. المرأة تريد من الرجل أن يتحدث ويعبر عن مشكلته ويشاركها حزنه، على عكس طبيعة الرجل، لأنها تعتقد أنهم متشابهون في التفكير، وعندما تتحدث المرأة عن مشكلتها يساعد هو أو يسارع هو في تقديم الحل، وهو يظن أنه هكذا يساعدها،
ولكنها تتضايق أكثر. أيضا الرجل يريد من المرأة أن تتركه لوحده عندما يتعرض لمشكلة أو ضيق، لأنه يعتقد أنهم متشابهون في التفكير، وهي تظن بحديثها معه أنها تساعده ولكنها تضايقه أكثر. لنتكلم قليلا عن شخصياتنا، ما رأيك؟ أنت كرجل شخصيتك تشبه الحزام المطاطي، بحاجة بين الحين والآخر أن تنسحب قليلا وترتد للوراء ثم تعود بقوة. لذلك تجدنا نحن الرجال نحتاج بين الحين والآخر أن نقضي بعض الوقت لوحدنا، سواء مع الأصدقاء أو الهاتف المحمول أو في مشاهدة التلفاز أو الألعاب. المهم أن تجلس لوحدك، يعني في هدوء وسكون دون التفكير حتى في أي شيء. وهذا الأمر لا تفهمه المرأة ربما، فهي عندما تحب ترغب في أن تكون بجوار الشخص الذي تحبه طوال الوقت، وتتعجب من بعده عنها أحيانا وتعتقد أنه لم يعد يهتم بها. ليش حاس حالي طبيب أسري يا أحمد؟ طبيب نفسي أسري. على فكرة هذا الكلام من كتب قرأتها ككتاب الرجال المريخ والنساء من الزهرة، يوضح الفروقات بين الجنسين، يعني معلومات نظري. كل جواب نظري للعملي وضعك صعب. لنتكلم عن شخصيتك أنت. المرأة مثل موجة تتعامل بالتلميحات، والرجل لا يفهمها كالعادة. لذلك إذا أردت شيء من الرجل فاطلبيه مباشرة دون تلميح. مقولة الاهتمام لا يطلب أعتقد غير صحيحة، هل تتفق؟ إذا أردت شيئا فاطلبيه مباشرة، لأن يعني الرجال ليسوا بهذا الذكاء. بس كيف يا أحمد في النظرية؟ علامة كاملة. طيب فهمنا أن هناك فرق في طريقة التفكير بين الرجل والمرأة، ولكن ما السبب وراء ذلك؟ يعني تعرفون إذا عرف السبب بطل العجب. حجم الدماغ، دماغ الرجل أكبر من دماغ المرأة بنسبة 10%، حتى أن هناك اختلاف في منطقة في الدماغ اللي هي الانفيريور باريتال. هذا الجزء مسؤول عن المسائل الرياضية وتقدير الوقت والحكم على السرعة، وهو أكبر عند الرجل. ربما هذا يفسر سبب أن الرجال أكثر مهارة في قيادة السيارة من النساء. ربما أقول يعني بعض النساء شوفرية رالي، ولكن المرأة تمتلك المادة الرمادية في الدماغ أكثر من الرجل، ولعل ذلك السبب وراء قوة حدسها، فهي قادرة بالإحساس بوجود شيء غريب حتى بدون وجود دليل مادي على ذلك. لذا يا رجال مقولة أنه لا يمكنك أن تخدع المرأة صحيحة تماما، مع الأسف. والسبب في ذلك هي المادة الرمادية علميا، راحت علينا، وهذا يساعدها بسهولة أن تقوم بأكثر من مهمة في نفس الوقت، أن تعد الطعام وتتحدث بالهاتف وتشاهد التلفاز، تنتبه لأطفالها. فهذه هي قدرات المرأة الخارقة، وهذه حكمة من الله عز وجل عندما يتعلق الأمر بتربية الأبناء. ولكن هناك سؤال حيرني، يعني ما هو السبب وراء مزاجية المرأة المتقلبة بدون سبب وبسبب؟ بالطبع هناك سبب علمي طبي وراء ذلك. فبالرغم أن جسم المرأة والرجل يمتلك نفس المواد الكيميائية العصبية، لكن دماغ كل منهما يتصرف بشكل مختلف. السيروتونين مثلا، وهو هرمون السعادة، يتعامل معه دماغ المرأة بشكل مختلف، لذا تتعرض المرأة للقلق والاكتئاب أكثر من الرجال. لا تزعلهم يا شباب. أضف إلى ذلك اختلاف الهرمونات بين الرجل والمرأة بالطبع، وهذا يعرض النساء للضغط والتوتر والاكتئاب بشكل أكبر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال رفقا بالقوارير: القارورة هي الزجاجة الهشة القابلة للكسر. أما إذا تحدثنا عن العاطفة، فمعروف أن المرأة أكثر عاطفة من الرجل، وأكثر إظهار لمشاعرها على خلاف الرجل، وتتفوق المرأة على الرجل بإظهار جميع أنواع مشاعرها باستثناء الغضب. الرجل أكثر إظهارا لغضبه من المرأة. لا تعليق. أريد أن أنبه على شيء، الذكاء لا يعتمد على جنس معين، فبعض النساء أذكى من بعض الرجال، وتكلمنا في هذه النقطة بشكل مطول في هذه الحلقة. لكن الذاكرة البصرية أقوى عند المرأة من الرجل، وكذلك دماغ المرأة أكثر تنظيما من الرجل، وتمتلك المرأة ذاكرة أكثر من الرجل أو أكبر أو أقوى من الرجل بسبب الاستروجين لديها. وبالتأكيد هذا الأمر ليس في صالح الرجل. أما من يقول أن النساء ناقصات عقل، فأظن أنك تحتاج مراجعة نفسك يا عزيزي. ولكل من يقلل من شأن المرأة في نفسه، تذكر أنها أمك، أختك، زوجتك، ابنتك. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا عجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به. ودمتم في أمان الله.